بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان يامي مهرجان سمو ولي عهد دبي، ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الثاني عشر، آخر أشواط الإنتاج والمنتجين. أتقدم مباشرة مع المراكز الأولى، نطالع دائما الصدارة. هملول على المركز الأول، محمد بن خاتم الشامسي يتقدم الشاعر ويقدم هملول في أول الأسماء الباحثة عن نواميس هذا الشوط. آخر أشواط الإنتاج في صباح هذا اليوم، المركز الثاني صايب ومحمد الغبشي بن سالم بن بخيت لكتب القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث متعب راشد بن سعيد بن عصيان المنصوري القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع، هجام القادم لمحمد بن حمد بن مصرح بن جمهور الإحبابي. والمركز الخامس وتابع مداهم لناصر بن خلفان المزروعي. والمركز السادس نتابع الاسم القادم مرتاع يتقدم بشعار العميمي عبد الله بن سيف العميمي القادم. تابع الأسماء، المركز السابع مشغل القادم لمحمود بن حميد بن سالم اليحافي، وكذلك ثامن المراكز كيف لراشد بن سعيد بن غفين النعيمي. المركز التاسع يتواجد في هذه اللحظات راهي لياسر بن سالم بن شامس العامري. والمركز العاشر وتابع المركز العاشر الشامخ لمحمد بن هلال بن سعيد العفاري. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول مع هذه الأسماء المقتحمة عالم الإعلام. تابع الشعارات القادمة، تابع الأسماء القادمة، ولن أعود مع الصدارة مع المقدمة. الشاعر لا زال يقود هذه الأسماء بقيادة هملول. محمد بن خاتم الشامسي يتقدم على المركز الأول، راعي شودة يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني القادم صايب محمد بالغبشية القادم بسالم بمخيت الاكتبي قادم على المركز الثاني من الجانب الآخر. تابع الاسم القادم في هذه اللحظات، الشعارات القادمة والمتسلل ملبي سالم بن محمد بن ناصر بن دلوان الاكتبي القادم بن دلوان، وكذلك وصول والتقدم الشعار العميمي القادم في هذه اللحظات. وين الموقع يا بن خاتم؟ الكيل الأخير، هلموا إلى الصدارة إلى ناموس هذا الشوط. آخر أشواط الإنتاج يا شاعر، آخر انطلاقات الإنتاج في مهرجان سمو ولي عهد دبي. في المرموم كل التحديات، في المرموم كل الانطلاقات في عالمنا الساحر. شاهين العفاري قادم على المركز الرابع. المركز الخامس مبهر القادم حميد بن سالم بن ثعلوب، وصل بن ثعلوب الدرعي، والقادم غيث حمد بن سعيد بن عيسى الحبسي قادم مع غيث. لكن هملول يا شاعر، بن خاتم شوف الأسماء، شوف الشعارات. بن ثعلوب الدرعي قادم، وكذلك القادم شاهين حميد العفاري يتقدم في هذه اللحظات. وصل وتقدم مشغل بن خالص يبغي يخلص هذا الشوط لصالحه. سعيد بن محمد بن خالص العامري بن خاتم بن ثعلوب بن خالص. اللحظات الأخيرة، آخر أشواط الإنتاج، آخر انطلاقات الإنتاج إلى بن ثعلوب إلى راعي مبهر مبهر على المركز الأول. السلامات إلى القوع، إلى المصانع الجنوبية. تهانينا والناموس
الماتش لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرع المركز الثاني، شعار بن خالص على المركز الثاني مشغله، سعيد بن محمد بن خالص العامري المركز الثالث، المركز الثالث هملول محمد بن خاتم الشامسي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لحميد بن محمد بن سالم العفاري، والمركز الخامس المركز الخامس غيث لحمد بن سعيد بن محمد بن عيسى الحبسي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم، نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار بن ثعلوب مع مبهر، مبهر ما شاء الله أبهرهم بأداء في اللحظات الأخيرة، 5:59 سبع أجزاء من الثانية. مشكور يا أبو حمد من تابع انطلاقة مبهر في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، تهانينا والناموس لحميد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. المركز الثاني 6 دقائق وجزئين من الثانية هو شعار بن خالص مشغل سعيد بن محمد بن خالص العامري، المركز الثالث هملول لمحمد بن خاتم الشامسي، 6 دقائق و5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نبدأ بأشواطنا المفتوحة بعدما قضينا أشواط الإنتاج والمنتجين، حيث ينطلق أيضا شوط جديد من أشواط هذا الصباح وهو الشوط 13 في تعداد أشواط هذه الفترة.